متابعي تونس الرقمية وتونيزي نوميريك، عسلامة ومرحبا بكم. اليوم الاثنين 11 ماي 2020 هو اليوم الأول اللي فتح محلات بيع الملابس والأحذية. احنا موجودين في وسط العاصمة وين ما فما العديد من محلات بيع الملابس الجاهزة. كما قاعدين نشوفوا فما اكتظاظ نوعا ما، فما صف كبير قدام المحلات، فما ربما يعني التزام نسبي بارتداء الكمامة وبوضع المعقمات من قبل المواطنين. قاعدين نشوفوا اللي بعض المحلات يقدموا في لبافيت للمواطنين اللي هما مش مرتدين دي بافيت. تم زاد عملية قيس حرارة المواطنين خلال دخولهم للمحلات. كما قاعدين نشوفوا فما التزام عسيما، احنا صحفيين دونك قاعدين نشوفوا في فما التزام بقواعد حفظ الصحة. اللي هي عملية التعقيم وعملية صباح الخير. هذا واحد من المحلات التجارية اللي في العادة تعرف إقبال كبير من قبل المواطنين عليها. صفوف المواطنين على المحلات بيع الملابس الجاهزة متواجدة في كامل المحلات الموجودة في وسط العاصمة. كيف هوني فما عملية تعقيم للمواطنين، يعني يدين المواطنين وقيس درجة الحرارة. قبل دخولهم لكن صف طويل. هوني كيما قاعدين نشوفوا صف طويل برشا. ما
مره سمر نخدم على روحي تصور فيا انا انت عندك لا مش نصور فيك نخدم على روحي جورناليست نخدم على روحي خش بك متخلفين اخي جورناليست تحاول تصور العباد بالسين مانيش نصور فيهم العباد انا نصور في المنظر العام مانيش متخلفين وريتنا لقى تصويرتي ورسم النبي محمد لما نتبعك لاخر الدنيا داكورد دونك فما احتجاج من قبل المواطنين اللي هما رفضوا تصوير يتواجدوا امام المحلات التجاريه ويرفضوا انهم يتصوروا كما كنا نشوف متابعينا المواطنين بالصف قدام المحلات التجارية وفي نفس الوقت هذا بعض احتجاج البعض منهم المحلات التجارية في مداخلها فما احترام لقواعد حفظ الصحة لكن في المقابل فما تواجد كبير برشا للمواطنين أمام أبواب نعود نذكر مواطنينا اللي احنا في الفترة الأولى من الحجر الصحي الموجه اللي بدأت من 4 ماي وتتواصل حتى 24 ماي واليوم أول نهار اللي فتح محلات بيع الملابس الجاهزة فما تواجد كبير برشا من قبل المواطنين فما اكتظاظ كبير احنا موجودين في وسط العاصمة وهوني احنا في واحد من اكبر المحلات التجارية الملابس الجاهزة نخدم على روحي مدام ميسيرش دونك هذا الصف الموجود قدام واحد من ابرز المحلات التجاريه نخدم تخدم بعيد على العباد عندي اوتوريزاسيون نخدم ومن ما نستحقش اوتوريزاسيون باش وجهك انت يظهر لا نجم نشكي بيك في بالك فازي ما الحكايه حط لي بلاك انا قدام وجهي انا ما نحبش نظهر وكان نظهر لما نحاكمك الطلق زينب خذ تصاور دونك هذا الصف الموجود قدام واحد من ابرز المحلات التجاريه الموجوده في وسط العاصمه في اول ايام فتح ابوابها بعد فتره الحجر الصحي الشامل
خطا انت لما شرطه مرحبا مرحبا بي عموما شوارع العاصمة ما فماش برشا اكتظاظ، اما الاكتظاظ موجود بكثرة في محلات بيع الملابس التجارية. اللي لاحظناه اللي فما احتجاج كبير ورفض من قبل المواطنين أنا نواكبه، يعني أول أيام فتح المحلات التجارية محلات الملابس الجاهزة، في المقابل مفماش احترام من قبلهم للصف وللتباعد الاجتماعي اللي أكدت وشدت عليه وزارة الصحة.